ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما كويسين وفي خير وفي سعادة وفي سلام. النهاردة هتكلم عن عطرين مهمين جدا ومنظار مهمة جدا، والنهاردة الحلقة جرعة دسمة شوية من العطور اللي انا هتكلم عنها. هم عطرين منظار مشهورة للغاية، واذا كنا بنتكلم عن عطور النيش فما ينفعش نتغافل هذه الدار اللي صاحبها مشهور جدا وعطراجي محترم قوي. الدار اللي بتكلم عنها سريعا هي اندي تاور. اندي تاور هو عطرجي سويسري، خليني اقول انه عبقري حقيقي، انسان عبقري. بالنسبه لي هي دي عطور النيش، هي دي دور النيش. العطرين اللي بتكلم عنهم او عطور اندي تاور هي من العطور الثمينه والغاليه الثمن والعطور النيشيه، ومش بس كده، كمان هي كمان من العطور اللي بتتكلم عن المعنى الحقيقي للنيش، يعني العطر اللي بيقدم لك حالة. تعريف العطر النيشي بالنسبة لي مش هو العطر اللي تشمه عشان يعني تقول الله، لا، هو عطر بيقدم لك حالة، عطر بيقدم لك حالة معنوية شاملة كاملة، بس مش بتشم منها مجرد نوتات حلوة ولا نوتة معينة أكبر من نوتة، لا 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 خالص، انت بتشم منها مود بتحطك ضمن حالة. زي ما حكيت لك، اول عطر النهاردة هتكلم عنه هو معايا منه سيمبل، وزي ما عودتكم يعني انا كتير جدا لما باجي قبل ما بشتري من اي دار لازم ان انا، خصوصا لو الدار دي دار ليست سهلة ومش رخيصة الثمن، فلازم ان انا اجرب مرة واثنين وثلاثة، وانا مش بشجع ابدا الشراء العمياني. علشان كده النهاردة انا جبت سيمبل من هذه الدار، والملفت ان الراجل العطار ده يعني انا شفته وبيعبي الازايز بنفسه، شفته وهو اللي بيخلق التوليفه، هو البرفيومر اللي ورا العطر وبيعمل التوليفه بتاعت العطر، وهو اللي بيعبي ازايزه، وهو اللي بيعبي السيمبلز دي بالمناسبه يعني. وموجود على انستجرام، انتوا ممكن تتابعوه يعني، وبينزل الصور دي بشكل دائم على 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 سبيل المثال، تلاقيه بيعمل كل حاجة بنفسه يعني. فالنهاردة بنتكلم عن عطر اسمه روز دي كندهار، لو هو ظاهر في الشاشة بشكل مناسب كده. روز دي كندهار، كندهار هي ولاية او مدينة كبيرة او من اكبر مدن افغانستان. انت هنا بتتكلم عن دولة إلى حد كبير يغلب عليها الشرقية أو الأجواء الشرقية، ومن ثم بنتكلم عن روز دي قندهار، وهو من اسمه الوردة، وردة قندهار، وهي وردة بيقولوا أو كاتبين معلومات عنها بأن هي بتنمو في فترات متباعدة في السنة، مش دايما تحصيلها بيبقى سهل، وهي وردة بتنمو في تربة خشنة وقاسية، ولذلك الوردة اللي بتتوسط هذا العطر هنا فعلا وردة مغرية وليست كباقي الورود، يعني ما تتخيلش ان هي الوردة مألوفة بالنسبة لك. علشان نبقى مع بعضينا يعني واحنا بنتكلم عن هذا العطر كده، انا هرش رشة صغيرة منه يعني. الله، يعني حلو بصراحة. انت بتشم على طول، بتشم اللوز، بتلقطه بشكل ملحوظ جدا، اللوز مع المشمش مع القرفة بشكل كبير، يعني حاجة حلوة، لوز حلو مع القرفة، و بيخش بقى الوردة بتاعت الوردة الأفغانية دي بعد حوالي 10 دقايق من رش العطر. لكن انت في الوهلة الاولى بتشعر وكأنك تمشي في طرق قندهار. طب هو انا رحت قندهار قبل كده؟ لا اكيد ما رحتش قندهار، بس انت اذا جبت الاسواق بتاعت قندهار، لان هي معروفة بالمنتجات المحلية، منتجات الفلاحين هناك وكده، هتلاقي هناك انه في شوارع مليئة بالعطرجية، يعني الناس اللي بتتاجر في التوابل والعطور والمواد العطرية والاخشاب، الحاجات اللي من النوع ده. فيعني هنا اندي تاور يريد ان يوصل اليك رساله او يعيشك مود وكانك زرت قندهار في افغانستان، وكانه يريد ان ينقل اليك تجربه او رحله في قندهار. فهنا مش مجرد عطر الحقيقه، انت بتسافر من خلال اندي تاور الى قندهار في افغانستان، وتشوف كيف ممكن ان تكون ليالي الشرق في ولايه قندهار في افغانستان. هنا بقدر اشم كويس قوي الورده اللي بترتكز عليها، وهنا وردة
خليني اقول لك مش زي الورود التانية، لان انتوا عارفين واللي متابعني عارف اني مش بحب نوتة الورود قوي، لكن الوردة اللي هنا هي وردة حارة تابلية، بيخش معاها اجواء سبايس زي ما قلت لك من القرفة والمشمش واللوز. المشمش عامل نوع من انواع البلسمية كده في بداية العطر، ما تحسش انك انت شميت مجموعة توابل حارة خانقة، لا المشمش عامل حالة من حالات البلسميك للتوابل، فما تحسش انك شامم توابل، تحس انك ماسك الوردة والوردة هي اللي فايح منها الروائح دي، انما مش توابل توابل، مش بنتكلم على كلايف كريستيان اكس مثلا يعني. بعد كده في قاعدة العطر بتبدأ تشم، طبعا هو انا استخدمته اكتر من مرة زي ما انتم شايفين، في قاعدة العطر بتبدأ تشم قاعدة من التبغ مع الفانيليا، الحلوة مع التونكابين. الحياة من أروع ما يمكن. في أندي تاور أنت بتتكلم عن أداء حدث ولا حرج. أندي تاور معروف بأدائه، طبعا هي زجاجات 50 ملي، هطلع لكم صورتها، والزجاجة ال 50 ملي دي سعرها بيتراوح حوالي 200 يورو 250 يورو، ده متوسط سعر الزجاجة ال 50 ملي، إلا لو اللهم قدرت تحصلها بسعر أقل، لكن هو ده متوسط سعرها في السوق. طيب أنت هنا بتتكلم عن أداء زي ما قلت لك كويس قوي، طيب هو يصلح لأنهي سن؟ أنا طبعًا لا أظن إنه يصلح لسن بداية العشرينات، هذا العطر عطر رسمي جدًا، وهو عطر أجواء ليالي الشرق، عارف أنت الخيم وهذا البخور اللي بتوسط الجلسة العربية، أو هذه الهوية الإسلامية اللي بتتعبر عن أجواء التوابل والحالة الشرقية دي. طبعا ده عطر شرقي للرجال وللنساء كمان، لأنه ينفع رجالي وحريمي، والحقيقة هو بلسامك وناعم للغاية يعني، كمان أنا برشحه إذا كنت رايح تقابل يعني موعد رومانسي، بس طبعا يعني مش البنوتات بقى بتوع اليومين دول، لا انا بتكلم يعني عن ايه موعد رومانسي او تواعد امرأة ناضجة، لا شك انك انت هتجد ضالتك في هذا العطر. العطر آمن الحقيقة، ما اقدرش اقول انه مؤذي ابدا خالص، مكوناته لحد كبير طبيعية وغير مزعجة. طبعا انت بتبدا تشم، بيدخل بقى على الخط، تبدا تشم لمحات من التوباكو او التبغ، وبعدين بينتهي على العنبر والتبغ والفانيليا والتونكابين زي ما انا قلت. رائحه سويت ورديه تابليه حاره وشرقيه في مجملها زي ما انا حكيت لكم. طيب العطر الثاني، العطر الثاني ده كان بالنسبه لي انا مفاجاه كبرى وللغاية الحقيقة. ليه بقى؟ العطر التاني هو اسمه لو اود، ال وبعدين او يو دي، عود، ايوه لو عود. العطر ده زي ما انتم شايفين ده برضو سامبل منه. ده بقى عطر خاص جدا جدا جدا، وركز معايا في الكلمتين اللي انا هقولهم لك دول. من خلال واقع تجربتي بالعطور اقدر اقول لك ان في عطور تستصيغها لما تشمها على الآخرين، يعني تشم العبير بتاعها من خلال الآخر، وفي عطور ما تقدرش تشمها من قرب على إيدك كده تبقى بالنسبة لك صعبة، وفي عطور محتاجة ذوق خاص. يعني إيه ذوق خاص؟ يعني محتاجة إنك أنت تكون بتدور على شيء أكبر من إنه يكون عطر، يعني بتدور على عطر يدخلك ضمن أجواء معينة تعيشها، زي ما قلت لك دي عطور النيش، ودي مرحلة مهمة قوي قوي قوي، لأنه إذا كنت بتتكلم على ديور سوفاج وبتتكلم على شانيل بلودي شانيل وبتتكلم على عطور جميلة ورائعة وسهلة وبسيطة ومركبة، لكن مش مركبة بقى، دي العطور المركبة، هنا أنت بتتكلم على أول سلمة في عطور النيش، وهي ليست عطور بسيطة وسهلة، وإنما هي عطور أصحابها بيدوروا، أو الناس اللي بتحب العطور النيش بيدوروا على حاجة فوق العطر، عايزين حاجة فوق العطور، حاجة فوق إنها تكون ريحتها حلوة. لذلك هنا عطر من اسمه باين هو في عود، العود المستخدم هنا عود طبيعي أورينتال 100%، واخد تصريح رسمي يعني في استخدام هذا العود. العود اللي هنا اسمه عود لاوسي، زيت عود لاوسي أو دهن العود اللاوسي. إذا كنت بتحب العود، بتحب العود وليك تجربة في إنك تشم أدهان العود، يا صديقي ويا عزيزي ما ينفعش تفوتك هذه الفرصة أبدا. هذا العطر
ما ينفعش ده يفوتك ابدا. لو بنتكلم على انك رجل محب لأدهان العود، ده ما ينفعش يفوتك. لو انت متحسس شوية من أدهان العود، ابعد عن ده تماما. لو ما بتحبش أدهان العود، ابعد عن ده تماما. لو ما جربتش قبل كده أدهان العود، اوعى تشتري ده بشراء أعمى، يعني انسى الحكاية دي، لأنك هنا يعني هتشعر بيه حاجة أكبر من ذوقك أو أعقد من ذوقك. عشان كده ده طبعا هو باين اصلا من الاوتومايزر، وانا استخدمته اكتر من مره من كتر ما هو بديع الحقيقه بالنسبه لي. انا شخص عندي ادهان عود، واستخدمت ادهان العود اكتر من مره، ومره مع مره مع مره ابتديت اتقبلها واشعر بحاجه حلوه فيها. فلما شميت العطر ده كان بالنسبه لي اندهاش ومفاجاه. ليه بقى؟ العطر ده زي ما قلت لك بيبدا معاك بالعود، وبعدين بيخش معاك على نوته انيمالك. ويعني ايه كلمه انيمالك؟ يعني ريحتها شبه ريحه الانيمال، او فيها من الطابع بتاع الانيمال. هي زيت او ماده اسمها الكستوريوم. الماده دي عباره عن مخلطه ما بين المسك والعنبر، وما بين رائحه مختلقه من حيوان اسمه القندس. هي رائحة مختلقة من هذا الحيوان، بتعطي رائحة أنيمالك عميقة جدا جدا جدا. مش هعرف أوصفها لك من غير الكلام، لازم لك تجربة مع هذا العطر. بعد ما بتشم الريحة دي بتلاقي ريحة تانية مركزية في هذا العطر. احنا من هنا بنتكلم على رائحة العود اللوسي، دي مركزية جدا. الريحة التانية اللي أنا قلت لك اللي هي المادة بتاعت الكستوريوم، دي برضو مركزية جدا. وفي مادة تالتة وهي اسمها السايبيريال، لو انا مش بنطقها صح، السايبيريال اويل او زيت السايبيريال، وهو بيؤخذ او بيشتق من بعض الاشجار او نوعية بعض الاشجار اللي بتديك رائحة خضراء خشبية ثقيلة. مش خضراء خضراء، لا، رائحة خشبية ثقيلة عميقة جدا. العطر ده بيتكون من الثلاث حاجات دول. بيتكون زي ما قلت لك من العود، وهنا العود من أجمل ما يمكن، من أجمل ما يمكن ومن أنقى ما يمكن. وبيتكون من ريحة أنيمالك زي اللي أنا ذكرتها لك، ثم بيتكون من ريحة خشبية. طيب أداء عامل إيه بقى؟ البرفورمانس بتاعه، فوحانه عامل إزاي؟ ثباته عامل إزاي؟ نووي بيست مود، وحش من الوحوش، أداء حدث ولا حرج على إيدي لمدة يومين، فوحانه خطير كارثي، يحتاج إلى أجواء باردة، لا يصلح إلى الأجواء الحارة. ولكن لو أنت يصلح للمناسبات الدينية قوي، يعني كل سنة وانتم طيبين، فاضل أيام على شهر رمضان الكريم، ربنا يعيده علينا جميعا وعلى الكرة الأرضية كلها بالخير واليمن والبركات يعني، ويعطرنا بالخير، لازم يبقى ده مطروح على طاولتك اذا كنت بتحب ادهان العود وناوي ان انت تؤدي النسك الدينية. ده هيبقى رهيب ورائع وفواح، وهيقلب الدنيا لما تخش هذا المكان. فانا بشوفه في المناسبات الدينية قوي. كمان عايز اقول لك انه العود اللي هنا عود دهن العود متوظف مع النوتات الخشبية، فتحس كأنك في منتصف العطر، تشعر وكأنك في غابة من الاشجار. غابة 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 ممتلئة بالأشجار، ممتلئة بالحيوانات، ممتلئة براري، يعني تشعر وكأنك في الغابات. يعني ما أقدرش أرشح العطور دي للناس اللي بتحب العطور العادية الجميلة اللطيفة اللي عايزة مجاملات من الناس. لا، هنا ده شيء أكثر من إنك تريد رائحة. هنا أندي طور يضع عبقرية من نوع ما، ويوصل إليك فكرة الغابة، ها، وهذا الكوخ الخشبي اللي ممكن يبقى بالنسبة لك ملاذ في أحد الليالي المظلمة، أو رحالة ما يمر على الغابات فيستشعر هذه الرائحة التي تلف منها من الأشجار من الجهة اليمنى، ثم هذه الرائحة الخشبية العتيقة مع العود مع ملحمة حقيقة، وكأنك تقرأ كتاب الجريمة والحرب يعني. فهنا في ملحمة حقيقية في هذا العطر. الحقيقة انه العطرين حلوين جدا،
عطر روز دي كندهار اديله من حيث الرائحة وتطيبها وجمالها يعني 8 من 10، عطر جميل للغاية يعني. اما بالنسبة لده فانا مش هقيمه، لانه انا بالنسبة لي لو هحط الاتنين في قائمة الشراء فلا شك ان انا هفكر في ده الاول. ده بالنسبة له، بالنسبة لي رائحة جميلة وبديعة، لكني انا احمد سمير ابحث عن يعني ما هو بعد الرائحة الجميلة. انا اريد ان اعيش اجواء مودية وحالة معينة ترتدى كمان على الملابس الكلاسيك، يرتدى على الملابس اللي ذات طابع ديني زي الجلباب الشماخ. اذا كنت تعيش في الخليج العربي فهذا مناسب ليك، لو بتحب ادهان العود فهذا اقتراح مميز للغاية. كنا النهاردة مع رحلة مع العطار العبقري اندي تاور، وكنت سعيد جدا في هذه الرحلة، وكنت سعيد قوي ان انا نقلت تجربتي في الرحلة دي معاكم. شكرا جدا ان كنتوا سمعتوني، هبقى مبسوط قوي لو انتوا دخلتوا على الجروب بتاعي احمد سمير فلسفة عطر، ده جروبي على الفيسبوك، اتمنى انك انتوا هتلاقوه في وصف الفيديو، اتمنى انك انتوا تخشوا وتتكلموا معايا وتسيبوا لي الكومنتات بتاعكم في كومنتات الفيديو وانا هرد على كل حد فيكم. ببقى سعيد قوي يا نخبة يا الكعب العالي بتوع جماهير العالم، يعني انتوا الكعب العالي لانكم انتوا اللي بتتذوقوا بانوفكم، ومن ثم فانتوا بتتفاعلوا بكل الحواس من خلال الانف مع كل شيء حواليكم. شكرا جدا ليكم، طيب الله صباحكم ومساءكم، كل سنة وانتم طيبين، عطركم الله بالخير، السلام عليكم.